عايز اقول لك على حاجه قبل ما تنزل يا شمي، حقك علي. ولدك هو اللي اضطر نعمل كده، ولما هو وفى انا كمان وفيت. اللي بدا هو مش انا، هو اللي خد مرتي ولدي، وانت كنت ضحيه وسخته. ولو عايزه تحاسبي حد فينا انا وهو، هيبقى هو مش انا. عمرك اللي ضاع ده يا شمية رد على اللي عمله ولدك فيه. انزل يا شمية، انزلي. وقولي لولدك عساف الغريب بيقول لك اللي يقرب وشه من النار وينفخ فيها لما يتحرق ما يلومش على الحطب. زمان لما جيت اتجوز ابو غفران خوفوني، قالوا لي هتختاري تتأرملي ليه؟ ده هو واخواته شايلين روحهم على ايديهم واخدين الدنيا لعبه. وفي منهم اللي قال لي انت من الغجر، انتش منهم يا شميه، يعني مش من الاغراب. واليوم اللي حيموت فيه جوزك هتتقطعي وتتنهشي نهش. بس ما خفتش ولا كشيت ولا كلام الناس ودقهم على وداني فرق معاي. بالعكس كان بيشدني اكتر ناحيه ابو غفران. بس قلت لروحي اول ما تتجوزيه عجل بالخلفه واديله الوقت، وربنا رزقنا بغفران. قلت لروحي قويه وخليه ناشف وكس عليه عشان يطلع وطد، وعضمه ناشف وصلب ما يتهدش من اي حاجه ولا فيه ضربه توقعه ولا حتى تزحزحه من مكانه. واول ما تم 5 سنين خليت ابوه يجيب له سابح، قلت عشان يبعد عليه ويبقى كيفه. كنت بعمل كل دي عشان نفسي، عشان لما ابو غفران يموت او يقع في عركه من عراك الغراب القى سند اتسند عليه. سندمت يا عساف، ندمت لما ابو غفران بقى يسمع ويعقل ويوقف دم. ما كنتش عارفه اوقف غفران كيف مامك ما عرفتش توقفك، ولا حد قدر عليكم ولا حد قدر يرجعكم. وبقيت أهليكم اللي كتب فيهم كتب في العراق بقوا حمام بريش أبيض جنبك. انتوا التنين السبب في هلاكك كله وحصرته. أنا لما أرجع أقول لغفران كلمة واحدة، وحكيت لك كل الحكاية دي عشان أقول لك نفس الكلمة، كفاية كفاية. يا غفران. ايه عايز يا غفران؟ انت مين؟ انا امك. رجعت نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.